بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصيدلية النبوية. تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة أو في حلقة سابقة عن الشبهات التي تثار حول الطب النبوي، ويقول البعض الطب النبوي، أصل لفظ طب نبوي غير صحيح، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيبا ولم يعلم منه الطب قبل ذلك، وبالتالي لا يوجد طب نبوي. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيبا ولم يعلم منه الطب قبل ذلك، ولكن عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحبة السوداء شفاء من كل، قال ابن شهاب الزهري هو التابعي للرأسي: السام هو الموت والحبة السوداء هي الشنيز، هي حبة البركة. أليس هذا كلام في الطب؟ طب عندما يقول نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهم أتي عن الكي. يبقى الحديث البخاري: الشفاء في ثلاثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو شربة عسل أو كية نار توافق، وأنا أمتي عن الكي. أليس هذا كلام في الطب؟ عندما يقول نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. عندما يقول نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، الحديث متفق عليه واللفظ البخاري. يعني هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم. أليس هذا كلام في الطب؟ على ماذا يدل هذا؟ إن دل هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في الطب إلا بوحي أوحى إليه الله سبحانه وتعالى، ولا تكلم من قبل نفسه، وإنه رجل حكيم يتكلم كما يقول البعض، يعني هو رجل حكيم يتكلم في الطب، إنه رجل حكيم في قومه. فاصل إن شاء الله نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى من فاصل. كنا نتحدث أو كنت أتحدث مع حضراتكم عن الشبهات التي تثار حول الطب النبوي التي تكلمنا أو تحدثنا فيها في الحلقة السابقة، ولكن نمر عليها مرور الكرام. من ضمن الشبهات التي تثار حول الطب النبوي، أو البعض يحارب الطب النبوي أو يهاجم الطب النبوي أو ينكر الطب النبوي، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ليس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس طبيبا ولم يعلم منه الطب قبل ذلك، فأنتم تقولون طب نبوي، أصلا لا يوجد طب نبوي. طب عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحديث المتفق عليه ولفظ البخاري، أليس هذا كلام في الطب؟ وعندما يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الحديث المتفق عليه واللفظ البخاري. عندما يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه واللفظ البخاري: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، أليس هذا كلام في الطب؟ على ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطب بوحي أوحى إليه الله سبحانه وتعالى، ولم يتكلم في الطب من قبيل أنه رجل حكيم، وتكلم من باب أنه رجل حكيم في قومه. يعني هل يقولون النحويون في فرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر في حقي وحق غيري يحتمل الصدق والكذب، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال فقد صدق. خبر هذا في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا خبر إذا كان قال فقد صدق عليه الصلاة والسلام. يعني
اما يعني حديث التأبير النخل اللي بعضهم يقيس عليه يقول لك حديث التأبير النخل، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها من قبيل انه تكلم يعني يقيس عليها الطب. اصلا لا يقاس على الطب، لان الطب ورد، وعلى الصناعه والزراعه، لان الطب وردت فيه نصوص. الطب وردت فيه نصوص بل في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم. فحديث التأبير النخل النبي عليه الصلاه والسلام تكلم فيها من قبل نفسه، قال إني ظننت ظنا لا تؤاخذوني بالظن. هذا إنشاء، هذا على سبيل الإنشاء وليس على سبيل الخبر. أما على سبيل الخبر فهو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطب بوحي أوحى الله سبحانه وتعالى. ويقولون طب نبوي، لماذا طب نبوي؟ لأن النبي الذي تكلم به هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم نتكلم به نحن، ولا لم آتي به من كيسي، بل هذا كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بل الإعجاز، يعني البعض يقول لك إن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر أشياء موجودة في بيئته، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر بعض أشياء موجودة في بيئته، وذكر بعض أشياء من الطب النبوي غير موجودة في بيئته أصلا. بل لماذا ذكر هذه الأشياء الموجودة في بيئته بالذات، لماذا ذكرها؟ ويوجد أشياء أخرى موجودة في بيئة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يذكرها. يعني في حديث ضعف الشيخ الألباني عندما النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سأل السيدة أسماء بنت عميس بما تستمشين أو بما استمشيتي، يعني استمشيتي يعني الشيء اللي يدخل الخلاء، يعني قالت بالشبرم، قال حار جار. وبعد ذلك استمشت بالسنة، قال لو أن شيء ينفع من الموت لنفع السنة. الحديث في ضعف، هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعالجون كانوا هم يتعالجون بالشبرم لكي يحدث إسهال، فالنبي وصف لها اللي هو السنة. والحديث في ضعف، فالشاهد من كده ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اشياء، بعض الاشياء الموجودة في بيئته، وذكر بعض اشياء اخرى غير موجودة في بيئته اصلا. فهذا ان دل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطب من بوحي اوحى الله سبحانه وتعالى ليه، ولم يتكلم في الطب من قبيل نفسه، ومن قبيل انه رجل حكيم في قومه. يعني ندخل على مميزات الطب النبوي، وهو موضوع الحلقة اليوم ان شاء الله. ما هي مميزات الطب النبوي؟ الطب النبوي أول ميزة في الطب النبوي إنه معجزة نبوية وحقيقة علمية. معجزة نبوية وحقيقة علمية، يعني معجزة نبوية إن أمي من الطب قبل ذلك والنبي غير طبيب. هذا من أشياء تقل الشيء الآخر، معجزة وحقيقة علمية، يتكلم عن أشبحها تجد حقيقة، تجد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من ضمن الأشياء اللي يعني نستأنس بها الآن، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يصطاعة به من العذرة ويلد به من ذات الجم. يلد به من ذات الجم، أي اللدود أخذ الدواء عن طريق أحد شقي الفم، إنك تضع الدواء في أحد شقي فمك وتمص الدواء. القسط الهندي، الأبحاث المنشورة عنه في المجلات الطبية العالمية، من ضمن الأبحاث المنشورة عنه إنه أثبت إن القسط الهندي بيقضي على بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس ميوتانس. هذه البكتيريا تسبب التهاب في جذور الأسنان، وتسبب رائحة الفم كريهة، وتسبب تسوس الأسنان. القسط الهندي بيقضي على هذه البكتيريا، يعني شوف دقة اللفظ، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لك يولد به من ذات الجم، يعني مجرد أنك أنت تضع القسط الهندي في فمك يفيد الفم. شوف الإعجاز في كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فزي ما قلنا أنه معجزة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم غير طبيب ولم يعلم الطب قبل ذلك، والنبي أمي وتكلم في أمور في الطب، هذه معجزة. ويأتي يعني وحقيقة علمية أنك تبحث تجد مثل ما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا كان قال فقد صدق. وطبعا الموضوع طويل ولا أريد أن أطيل النفس في هذه الميزة، وإن شاء الله سوف نتناول يعني الميزة هذه، نتكلم على الإعجاز العلمي في الطب النبوي، نتكلم كل شيء من الطب، كل نوع من الطب النبوي نتناول الإعجاز العلمي فيه إن شاء الله بإذن الله. قدر لنا ولكم اللقاء والبقاء. مقارنة بالطب التقليدي، الطب التقليدي ظني تجريبي، ظن المركب هذا مع المركب هذا، انه يعالج مرض ابتدى يجربه في المختبر، بعد ذلك يجرب على حيوانات التجارب، بعد ذلك يجربه على الانسان، بعد ذلك يسوي منتج كده، يعمل منتج وينزله في الاسواق. بعد رايك بده المنتج ده، انه هذا المنتج يعني انه ليه اثار جانبيه، يقول لك هذا المنتج ممنوع من السوق، هذا المنتج محظور، هذا الدواء محظور، يعني انه بشر والبشر يسيبه يخطئ. اما الطب النبوي هو من عند الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق
وهو العليم ايه، وهو يعني سبحانه وتعالى، الله هو اللي خلقنا، هو اللي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا على سبحانه وتعالى. فالطب النبوي معجزة، أول ميزة فيه أنه معجزة نبوية وحقيقة علمية. ثاني ميزة في الطب النبوي أنه طب وقائي وعلاجي في نفس الوقت. طب وقائي وعلاجي، بمعنى طب وقائي أن الإنسان لا يشتكي من مرض، يأخذ العسل، يأخذ العسل يعني يأخذ للوقاية، والله ربنا يعافينا وإياكم من أمراض، إذا أصيب بمرض يأخذ العسل لاجل، وقد لم عنده مرض يعني يأخذ الحرو ده للوقاية، لا يتقوى عنده المناعة، ولها فوائد كثيرة جدا يعني حبة سوداء، يأخذها للوقاية، وإذا أصيب بمرض لا قدر الله يأخذها للعلاج. وقيس عليها الحجامة، إنسان يفعل الحجامة للوقاية، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام احتجم ثلاثا على الأخدعين والكاهل، إنه احتجم بدون ما يكون عنده مرض يشتكي منه يعني ثلاثا على الأخدعين والكاهل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم من شقيقة واحتجم من وث، يعني احتجم منه عندما أصيب بالمرض يعني. فالشاهد إن الطب النبوي يؤخذ للوقاية إن كان إنسان لا يشتكي من مرض، ويؤخذ للعلاج. أما الطب التقليدي قد يكون أصلا يعالج المرض وقد لا يعالج المرض أصلا، يعني بعض يعني مثل الضغط المرتفع، لا يوجد علاج نهائي للضغط المرتفع، الإنسان أخذ القرص الحباية أخذ اليوم، لو ما أخذ هذه الحبة يرتفع الضغط عنده، يرتفع الضغط عنده، يكون يعني لا قد يعالج المرض، يعني الطب التقليدي قد يعالج المرض، وفي أمراض كثيرة يعالجها، ولكن في أمراض لا يعالجها، في أمراض في الطب التقليدي غير موجود لها علاج جذري يعني. الميزة الثالثة للطب النبوي انه ليس له اثار جانبية، ما دام اخذ بالجرعة المقننة، اخذ بالجرعة المقننة يعني مرحلة، يعني نسبة الامان في الطب النبوي مرتفعة جدا. يعني بالنسبة للحبة السوداء هي حبة البركة، اعطوا ما يعادل 70 جرام في اليوم، يعني ما يعادل 70 جرام، لم يجد اي تأثير سام، او لم يجد اي سمية او تأثير سام على الكبد. هذا بحث منشور في مجلة طبية عالمية، يعني أعطوا ما يعادل 70 جرام، فالإنسان مثلا يعني لو أخذ 70 جرام يوميا من حبة السوداء لم يكون لها أي تأثير ضار على الكبد عنده. فمدام أخذ الشاهد أن الطب النبوي ليس له أثار جانبية ودرجة الأمان فيه مرتفعة جدا، فالإنسان إذا أخذ الحبة السوداء بالجرعة المقننة، وأخذ العسل بالجرعة المقننة، وأخذ القسط الهندي بالجرعة المقننة، يعني لا يكون له أثار جانبية مقارنة بالأدوية وما لها من أثار جانبية. لو حتى الفيتامين نفسه، الفيتامين إنه كيماوي له أثار جانبية. من ضمن الميزة الرابعة للطب النبوي إنه له فوائد كثيرة ومتعددة، أي يعالج أكثر من مرض في وقت واحد. بمعنى إنسان يشتكي من ألام في رقبته وعنده الضغط مرتفع، يفعل الحجامة لألام الرقبة ويفعلها للضغط. إنسان يشتكي من شيء معين يعني أكثر من مرض، إنسان يشتكي عنده مشكلة في المعدة يعني التهاب في المعدة، يأخذ العسل، والعسل يعني من ضمن الأبحاث، من خلال الأبحاث يعني مواقع الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية العالمية إنه يعالج، هذه أبحاث منشورة عنه، وإن شاء الله سوف نتناولها في الحلقات القادمة. نتناول كل شيء عن الطب النبوي أو كل نوع من الطب النووي، ونتكلم فيه بالتفصيل من الناحية الشرعية والناحية الحسية بإذن الله. يعني لأنه الطب النبوي شقين، شق الأول شرعي نتكلم فيه من أحاديث الصحيحة والدلالة العلاجية الصحيحة أولا، ثم ثانيا نتكلم من واقع الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية العالمية. يبقى شق شرعي وشق طبي بحثي، يعني نتكلم كلام مرسل. من ضمن مميزات الطب النبوي الميزة الخامسة أن الطب النبوي الطب في متناول المريض وغير مكلف، مقارنة مع الأدوية والعمليات يعني الطب النبوي يكون غير مكلف مقارنة بالأدوية وأسعار العمليات. وهذا ليس دعوة يعني ممكن البعض يفهم أو يقول لك أنت الآن تدعو أن نلغي الطب التقليدي وندخل أو نهتم بالطب النبوي ونلغي الطب التقليدي. هذه ليس دعوة للغي الطب التقليدي، الطب التقليدي هو مكمل للطب النبوي، وهذا طب تكاملي، هذا يكمل هذا. ونحن في النهاية هي أهم شيء يهمنا هو مصلحة المريض، أن المريض يكون نكون سبب في شفاء، إنه نعطيه شيء من الطب النبوي ونعطيه شيء من التقليدي، أو هذا يكمل هذا. يعني ما المانع من أن الطبيب البشري المسلم
يعطي المريض الدواء، ويعطيه مع الدواء يعطيه، يقول له خذ ملعقة من الحبة السوداء لحبة البركة يوميا، وخذ ملعقة من العسل يوميا، وخذ القسط الهندي، وافعل الحجامة. ما المانع؟ يعني ما المانع؟ يعني في النهاية هي مصلحة المريض تهمنا، وأن نكون يعني سبب، نريد أن نكون سبب في شفاء المريض، والإنسان يكون متجرد، وهذا الطب مكمل لهذا. الطب النبوي، الميزة السادسة في الطب النبوي وعلاجي في نفس الوقت، طب إيماني. فعل الطب النبوي اقتداء، يعني إنه بيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقع على ذلك. يعني عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحجامة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، فيفعل الحجامة اقتداء بالنبي. يأخذ العسل للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بإيه؟ الشفاء في ثلاثة، يعني من ضمن الثلاثة شفاء العسل، أن العسل بكلام نائقاً وسمعا وطاعة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يأخذ الحبة السوداء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل. يأخذ الحبة من النبي عليه الصلاة والسلام، يجد يعني يؤجر على ذلك، وفي نفس الوقت يتعالج المرض الذي عنده. من ضمن مميزات الطب النبوي علاج العرض او السبب والعرض، اي مرض يوجد سبب وعرض، السبب سبب المرض، والعرض الاعراض الموجوده يعني حسب المرض. يعني الطب النبوي يعالج السبب، وليكن مثل يعني مثل الصداع، الصداع دي يعني عرض لمرض وليس مرض. الصداع في جهاز يعطي انذار بالصداع، يعني في جهاز في الجسم فيه مشكله يعطي انذار ايه بالصداع. فالحجامه تعالج السبب، سبب الصداع إذا عرف يعني وشخص طبعا عن طريق طبيب، ويفعل الحجامة للسبب، ويفعل الحجامة للعرض نفسه اللي هو الصداع، بفضل يكون سبب في شفاء السبب والعرض نفسه. ولا أريد أن أطيل النفس في مميزات الطب النبوي، ولكن يعني تناولنا مميزات الطب النبوي، وهذه مميزات بفضل الله تجدها يعني في الطب النبوي بفضل الله، لأن هذا الطب النبوي كلام الله سبحانه، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه الله سبحانه وتعالى. ندخل في الباب الثاني أو الباب الثالث، اللي هو خلط بعض من يتكلم في الطب النبوي. أنا بتكلم من كتابي اللي هو صحيح الطب النبوي العلاجي من منظور معاصر. ما هو خلط بعض من يتكلم في الطب النبوي؟ تجد من يخلط في الطب النبوي يقول لك يعني أول شيء من الخلط ذكره للأحاديث الموضوعة والضعيفة في الطب النبوي. يذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بمعنى يذكر يعني، وتجد من يحارب الطب النبوي، يهاجم الطب النبوي وينكر الطب النبوي، يصطاد أو يذكر لك هذه الأحاديث، يقول لك هذه الأحاديث ذكرها النبوي، هذه مخالفة للعقل، وهذا أكبر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطب من قبيل نفسه، أو يذكر لك يعني مثل ذلك يعني. فالشاهد أن أصلا في أشياء مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أو يذكرها البعض من يخلط في الطب النبوي، وللأسف الشديد من يحارب الطب النبوي، يهاجم الطب النبوي، ينكر الطب النبوي، يذكر لك هذه الأشياء ويقول لك هذه الأشياء أصلا مخالفة للعقل. طبعا هذه الأشياء أصلا مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن هذه الأشياء المكذوبة والموضوعة مثل التين يقطع البواسير، هذا أصلا ليس حديث، وهذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن الأشياء المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام في الطب: الباذنجان شفاء من كل داء، هذا طبعا مكذوب، هذا كلام يعني لم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. والهريسة تشد الظهر، هذا كلام مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وغير صحيح، وغيرها من الاحاديث. طبعا احاديث الموضوعه كثيره جدا، يعني احاديث الموضوعه في الطب النبوي كثيره جدا، وحديث الضعيفه كثيره جدا. وانا هذا الذي دفعني لان اعمل كتاب اسمه موسوعه صحيح حديث الطب النبوي العلاجي، جمعت فيه الاحاديث الصحيحه من غالب في الطب النبوي من غالب كتب السنه، وفضل الله قدم لهذا الكتاب فضيله الشيخ مصطفى العدوي وفضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرشيدان، قد الأستاذ دكتور في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عليها وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وفضيلة الشيخ مشهور حسن قدموا لهذا الكتاب، وفضل الله هذا الكتاب موجود في الأسواق. يعني برضو يذكر من ضمن الخلط في الطب النبوي، يذكر الأحاديث الضعيفة في الطب النبوي، مثل يقول لك
قم فصلي فإن الصلاة شفاء. يقول لك الصلاة باب الصلاة، يذكر كده يؤلف الكتب ويصنف الكتب ويقول لك باب الصلاة، يعني من الطب النبوي. طبعا هذا حديث ضعيف. من ضمن الحديث الضعيفة اللي يذكرها من يخلط في الطب النبوي يقول لك ما في الأمرين من شفاء الصبر والسفاء. هذا طبعا حديث ضعيف. ويقول لك من ضمن الحديث الضعيفة عليكم بشراب العسل، عليكم بشراب العسل. طيب بحثت في مسألة العسل، هل العسل يؤخذ بالماء أو يخلط مع الماء أم يؤخذ هكذا العسل؟ الراجح والصحيح إني لم أجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم أجد قول صحابي ذكر فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام خلط العسل بالماء. الصحيح إن العسل سبحانه وتعالى ذكر في القرآن العسل، قال شراب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال فاسقه عسل. فالراجح والصحيح إن الإنسان يأخذ العسل بدون ماء، يأخذه هكذا، يأخذ ملعقة أو 3 ملاعق كبيرة في اليوم، يأخذها يقسمها على 3 مرات في اليوم يعني. سألت دكتور في كلية علوم في جامعة طيبة في المدينة النبوية، وهو مهتم بالعسل وأجرى أبحاث عن العسل. سألته الأولى أن الإنسان يأخذ العسل مع الماء أم يأخذ العسل بدون ماء؟ قال لي إن في بعض المركبات تحلل بالماء، فالأولى أن الإنسان يأخذ العسل بدون ماء، وهذا الصحيح. ولا يوجد حديث ذكر فيه أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال عليكم بشراب العسل والإنسان يأخذ العسل بالماء. والإمام ابن القيم ذكر في كتاب زاد المعاد، ومن اللي هو زاد المعاد وألف فيه أو أنه كتاب اللي هو الطب النبوي، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن النبي شرب العسل بالماء، أو ولم أجد يعني، وكله أخذ من قوله ورد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البعض بيحتج بذلك. يعني البعض تجد يقول لك الإمام ابن القيم ذكر في كتاب الطب النبوي أن النبي أخذ العسل بالماء. طب لا يوجد حديث صحيح، لا يوجد حديث أن النبي أخذ العسل بالماء، فلا نستطيع أن نقول النبي أخذ العسل بالماء، وكله أخذ من قوله ورد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن الأشياء اللي بيخلط يعني يذكرها اللي بيخلط في الطب النبوي ذكره للآيات والأحاديث التي لا يوجد بها دلالة علاجية. بمعنى يقول لك الزنجبيل من الطب النبوي. الزنجبيل ما دليلك ان الزنجبيل من الطب النبوي؟ يقول لك الزنجبيل ذكر في القرآن. طب الزنجبيل ذكر في القرآن، ذكره في القرآن شرف له، يعني ذكره في القرآن شرف للزنجبيل وله فائدة، لكن هل يوجد فائدة علاجية؟ والله فاصل رجعنا لحضراتكم من الفاصل ونكمل ما ذكرناه سابقا. خلط بعض من يتكلم في الطب النبوي، قلنا أول شيء ذكره للأحاديث الموضوعة والضعيفة في الطب النبوي، وذكرنا مثلنا زي الأحاديث المكذوبة عن النبي، التين يقطع البواسير. من ضمن الأحاديث المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام الباذنجان شفاء من كل داء. من ضمن الأشياء المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام الهريسة تشدد الظهر. هذه الأشياء مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. من ضمن الأشياء خلط بعض من يتكلم في الطب النبوي ذكروا للآيات والأحاديث التي لا يوجد بها دلالة علاجية، وذكرنا أن هذا الكتاب بفضل الله هو صحيح الطب النبوي، أي الأحاديث الصحيحة في الطب النبوي، صحيح الطب النبوي العلاجي أي الدلالة العلاجية. لازم نذكر الدلالة العلاجية الصحيحة. الدلالة العلاجية بمعنى أنه يقول لك البعض الزنجبيل من الطب النبوي، ما دليلك أن الزنجبيل من الطب النبوي؟ يقول لك الزنجبيل مذكور في القرآن. طب هل ذكره في القرآن هل توجد به دلالة علاجية تدل أن الزنجبيل من الطب النبوي؟ لو قسنا على العسل، العسل قال الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس عن العسل، لكن هل الزنجبيل الله سبحانه وتعالى ذكر أن الزنجبيل فيه شفاء للناس؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني أن الزنجبيل فيه شفاء للناس، ولم يذكر أي دلالة علاجية. يعني بعض من الكافور لم يوجد دلالة علاجية في الكافور، وأشياء كثيرة مذكورة في القرآن يقول لك هذه من الطب النبوي، وهذا كلام خطأ كتأصيل علمي أو كأصول فقه وتأصيل علمي. لا نستطيع أن نقول أن الزنجبيل والكافور وبعض الأشياء اللي ذكرت في القرآن أن هذه الأشياء من الطب النبوي لو قسنا على العسل. من ضمن الأشياء اللي وردت في السنة يقول لك إلا الإزخر، الإزخر من الطب النبوي. طب هل وردت
يعني دلالة تدل ان الاذخر من الطب النبوي مثل الكمأة من المن وما هو شفاء للعين، الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم او شربة عسل. هل يوجد دلالة علاجية؟ التلبينة مجملة فؤاد المريض تذهب بعض الحزن. هل يوجد دلالة علاجية فيها ان الاذخر من الطب النبوي؟ لا يوجد دلالة علاجية. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول لك الثريد من الطب النبوي، ألفت الكتب وصنفت الكتب في هذه الأمور، يعني يقول لك أن الثريد من الطب النبوي، الإذخر من الطب النبوي، الريحان من الطب النبوي، هذا الكلام خطأ. هذا الكلام يعني كتأصيل علمي هذا الكلام يؤخذ على من يقول هذا الكلام. من ضمن الخلط في الطب النبوي يقول لك يشرح الآيات أو يفسر الآيات ويشرح الأحاديث من قبل نفسه. يقول لك إن موضوع الحبة السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء ليست هي حبة البركة. وماذا يقول لك؟ لا، هي حبة من خردل. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد حبة الإيه؟ ليس حبة البركة بل هي الخردل. وهذا كلام خطأ أصلا. الحديث في الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة يعني هذا كلام التابعي ابن شهاب اللي هو الزهري، ان الحبة السوداء هي الشميز، هي حبة البركة. وهذا قول القاضي عياض، ان قال هو الاشهر. وقال الامام نووي في شرحه على مسلم قال هو الصحيح المشهور الذي ذكره الجمهور، ان الحبة السوداء هي حبة البركة. ويقول لك يعلل، يقول لك ان حبة البركة لا تزرع، لم تكن تزرع في مكة ولا المدينة اصلا. وهي فعلا الحبة السوداء لم تكن تزرع في مكة والمدينة، بل كانت تؤتى عن طريق، يعني كانت تؤتى للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الحج والعمرة. فالحبة السوداء كانت تؤتى، الراجح انها كانت تؤتى من الحبشة من اثيوبيا، ده الراجح. وهذا يبين الاعجاز ويظهر الاعجاز في كلام النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام ذكر اشياء غير موجوده في بيئته، غير موجوده في بيئته. فالراجح ان الحبه السوداء هي حبه البركه، وهذا الصحيح. ومن يقول لك ان الحبه السوداء ليس حبه البركه، والنبي يقصد يوجد 150 نوع من الحبه السوداء وهي ليست حبه البركه، هذا كلامه خطا ولا يؤخذ به. ولا أريد أن أطيل النفس يعني، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إن شاء الله نلتقي من كل يعني كل سبت بإذن الله في نفس الموعد بإذن الله، برنامجكم الصيدلية النبوية. وسوف نتناول بإذن الله الموضوع القادم أنواع الطب النبوي، نبدأ في أنواع الطب النبوي ونتناول كل نوع على حدة بإذن الله يعني. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.